يا ليلي يا لي لسولف وانتبه معنا، الله يبارك برجال يجمعنا، نبى نحرف سوالفنا عن المعنى والنار ماتا تهيضوا يا صفوف العار دوب انها دقت الساعة تراديانا تسبب فوقها مصري زواد بنص الشبح ثم انقلب بدري يمكن يموت السنان صبح من يدري والنار ماتت ديانا وانا محتار واهل الشبحات مرتاعة الكلمة الطيبة من حظ راعيها وبناية الراجل فوق الساس يبنيها بعض السواليف لا نسمع بطاريها والنار ما تحرق إلا رجلي واطيها تراك محمي من اللي صار تراك محمي من اللي صار لو كان في يدك ولاعة يا صاحبي في هذاك العلم وش همك لن كان ما هي قريبة من بني عمك بعض السواليف لا تحرق بها دمك والنار ما تحرق إلا رجلي وطيه لن كان خايف على الدولار أرسل من أمطار فزاعة إن متقنا يموت ومنتهن أمره ما انتهى بمزيون تذرف فوقك العبرة انتهى سناني قصير دربه قصره والنار ما تاكل إن مت ما قدمك إلا النار حكمت على طول ما فيه شرياه ولا باعه تطور الوضع وانتم ما تطورتوا وليالي قيمتوا مشاعب السلام هشتوا في وادي العيص مدري وش تفرشتوا والنار ما تاكل الا ان كان ما تسمع الاخبار العيص يا زين مرباعه فلتها من يدينك وانت شاعرها وامطر ما ودنا نجرح خواطرها هذه معازيبنا لازم نقدرها والنار ما تحرق إلا رجلي واطيها
وش عندكم يا عرب مقدار؟ للضيف قدام مرجعه